السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ انا النهارده جاي اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، فضل اهل الذكر والعلم والقعده معاهم. انت عارف ان انت لما تقعد مع اهل الذكر والعلم ربنا يغفر لك حتى لو ما كنتش منهم او كنت حتى خطاء. الدليل على كده في حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اخرجه لينا الامام مسلم رحمه الله عليه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلانا عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شايفين قد إيه فضل أهل العلم والمجلس معاهم؟ يعني أنت لما تقعد مع أهل العلم ربنا بيغفر لك زيهم. ربنا يجعلنا من أهل العلم ومن الناس اللي بيحبوهم. سلام عليكم.